هو الذي نبدأ من المغرب، حيث كشف الناخب الوطني أغاناغ أمس النقاب عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي والتي ستواجه كل من المنتخب الإيفواري يوم 12 من شهر نوفمبر الجاري برسم الجولة الثانية من تصفية كأس العالم والمنتخب الطوغولي في مباراة ودية. وتميزت اللائحة التي ضمت 26 لاعبا تميزت بعودة العميد مهدي بن عطية وسفيان بوفال وزهير فضال الذين كانوا غائبين بدعوى الإصابة، بينما تميزت اللائحة بغياب يوسف العربي لاعب الخوي القطري وعمر القدري ونبيل ضرار وأشرف الأزعر، بينما تشهد اللائحة تواجد لاعب واحد فقط من البطولة الوطنية والأمر يتعلق بوليد أزارو لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي.